بالنسبة لضربة نظام لأوريم الكبرى بريف حلب الغربي، هي مترة بحق الإنسانية، بحق الأطفال، بحق النساء، الناس قاعدة بيوت آمنة، ويجب على فصائل المعارضة يكون الرد أقسى من هذا الرد، أكثر من الشيء ضربوه بكثير. أولاً المجزرة هاي اللي صارت بأوريم الكبرى هاي مجزرة كبيرة بحق الإنسانية، فصائل المعارضة تكون رد أقوى من هيك وأكبر من هيك، إلا لأنه الشعب السوري مسحوق ومغلوب على أمره، ما في حدا يرد عليه ولا في حدا يشد على أيده. الأطفال هاي اللي ماتت هاي شو ذنبها؟ هاي شو ذنبها؟ هاي بعد إنه نحن مناطق خفض التصعيد، وقف كفلتنا دول، مو كفلتنا واحد ولا اثنين. المعارضة بيكون رد أقوى من هيك بكثير، هذا مو رد معارضة، معارضة مسلحة، لازم المعارضة مسلحة تطلعت بالبداية لحماية الشعب. هلا بالنسبة للمجزرة اللي صارت امبارح بأوريم الكبرى، عم نعزي ذوي الشهداء وأهاليهم أول شيء، ثاني شغلة هي انتهاك لخطة وقف التصعيد اللي كان ضامنها الأتراك مثل ما بيقولوا، أو مثل ما بنعرف نحن، والفصائل لازم يكون رد أقوى من هيك. صار رد، بس الرد غير مناسب أنا برأيي، لا مشان روسيا ما تسترجي مرة ثانية أنه ترتكب مجازر. هي مجزرة مروعة، والله يتقبل الشهداء ويشفي الجرحى ويصبر أهاليهم إن شاء الله يا رب. طبعا هي مجزرة يتبع لها كل إنسان يرى أنها مجزرة، وما بظن أنه المعارضة تنتهي على الأمر هذا لأنه ضمن خفض التصعيد.